بالحديث عن القيادة والريادة، جيلكم معروف عنه أنه كان جيل الموهبة فقط، كان الجمال من آخر متطلباته. أنت كنت عكس هذا الشيء، أنت صاحبة أول عملية تجميل بالوسط الفني. أي صحيح؟ صحيح. أنا كان عندي هنا عظمة فسويتها، يمكن أول هم أول امرأة بالعراق سوت هذه العملية مع الانحراف بخشمي، اللي سواليها نفس الدكتور اللي سوى العملية الفيروز، بحيث أستاذي الله يرحمه بهنام ميخائيل كان يسميني فيروز العراق لأنه شبه عندي من خصوصا البروفيل مالتي. فسويتها يعني كانت بكتها عمليات التجميل ما متقدمه وما مشهوره، بس هي لانه بسيطه. كان يهمك موضوع الجمال انه انا لازم اكون حلوه، لازم اكون موجوده كانثى؟ لا، هذا موجود عند كل امراه، اضافه الى اكو نساء مهملات. صح، الجمال هو جمال الروح، لكن اذا توفر الروح والشكل وخصوصا اذا ممثله حتى يعني تقدم يعني